وهل ذرى القفص فالمقرات معشبة، وهل قطين بعليا قاعر بانوا. الشيخ أبو مسلم البهلاني الرواحي في نونيته الشهيرة واصفا جبل القفص الشاهق الذي تطل عليه من جهة الغرب محلة الحصن، مشتاقا إلى وطنه الأول، حيث بيته المعروف ببيت الحارة أحد مآثر هذه المحلة حلة الحصن، إحدى حارات وادي محرم بولاية سمائل في داخلية عمان. من بعيد تتراءى للناظر حصنا اعتلى هذه القمة، فهو يشرف على ما حوله، أو سفينة استوت على هذا الجبل وصورتها تنعكس على صفحة الماء تحتها، فهي ترتفع عما حولها بنحو 100 متر، تحيطها البساتين وضواحي النخيل، المياه تجري تحتها والجبال الشاهقة تزين المكان. بالنسبة لمحلة الحصن، تقع على سفح الوادي، وهذه المحلة شأنها كشأن بقية المحلات، غير أن ما يميزها وقوعها فوق سفح هذا الجبل، وهي تتمتع بطبيعتها الخلابة وببنائها القديم المعماري المتقن. هذه المحلة لها تاريخ قديم، يوجد بها آثار، يوجد بها مساجد قديمة، يوجد بها سبل للسبلة القديمة المعروفة. المحلة الحارة محاطة ببيوت قديمة مبنية بالجص والحصى والطين، تزينها النوافذ والأبواب الخشبية المحفورة بأشكال زخرفية يستوقف الزائر طابعها المعماري المميز، ويأخذه نحو تاريخ ثري برجاله ومآثرهم علما وأدبا ومعمارا لا زالت الأجيال تتفيأ ظلالها. حارة الحصن هي من أقدم الحارات في وادي محرم، وسميت بالحصن لأن ما هي كحصن مسجل في وزارة التراث أو الحصون التابعة المعروفة في عمان، وإنما هي جاءت كلمة الحصن من تحصين الحارة، حارة محصنة ولها 4 مداخل، مدخل من الغرب، ومدخل يطل على الوادي، ومدخل يطل على البلد والبساتين، ومدخل آخر من جهة الشرق. بيوت الحارة مبنية بشكل متلاصق جدارا بجدار، مكونة فيما بينها ما يشبه البناء المرصوص، متوزعا في اتجاهات مختلفة، تربط بينها طرق داخلية تتسع هنا وتضيق هناك، وتوصل إلى مرافق الحارة ومساجدها الأثرية، كهذا المسجد، مسجد الحوي الأثري، كان مركز عبادة وعلم ومقصد مشايخ العلم وطالبيه، أعادت وزارة التراث والثقافة ترميمه فلا زال عامرا بالصلوات الخمس. وإلى الغرب من الحارة مسجد الحصن، وهو مسجد قديم أيضا تهدمت أجزاء كبيرة منه. الذي يميزها ويزيدها فخر وجود العلماء والأفاضل والفقهاء كأمثال الشيخ أبو مسلم البهلاني رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الله بن سعيد وأخيه أحمد سعيد ابن الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي. والذي يزيدها فخراً أن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ولد فيها في نهاية القرن 12
96 إلى 299 تقريبا في هذا التاريخ. للحارة 6 مداخل. الطريق الرئيس المتجه للمدخل الخاص بالبلدة بطول 500 متر تقريبا، ويمر بمحلة العوامر الواقعة شرق محلة الحصن مباشرة، وباب من الشمال مطل على الوادي، ومن جهة الجنوب باب قريب من سبلة الحصن، ومدخل غرب بيت الحارة مسكن الشيخ أبي مسلم رحمه الله. وكما ترون المياه الحمد لله الجارية بين أيديكم الآن، وشدها الله سبحانه وتعالى بالصفا، صفا الحجر، نوع من أنواع الأحجار يعني المتينة. هذه الأحجار سادة هذه المياه، حتى قال عنها الشيخ الأديب سالم بن سليمان البهلاني رحمه الله: سده الله بالصفا وهو سد يشبه السد في حمايا جوجي. من جهة الغرب جبل القفص الذي بين أيديكم الآن، هذا الجبل عالٍ، وقال فيه الشيخ أبو مسلم في قصيدته النونية، يقول الشيخ أبو مسلم: وهل ذر القفص فالنقراط معشبة، وهل قطين بعليا قاعر بانوا. هذا هو الجبل الذي الآن بين أيدينا. من جهة الجنوب تطل هذه المحلة على أشجار وبساتين ونخيل، وكذلك تطل على جامع وادي محرم القديم وعلى الفلق المشهور الموجود في قرية محرم. وفي جهة الشرق من الحارة ثلاث بوابات، إحداها بين مسجد الحوي وسبلة الحوي. هذه السبلة وسبلة الحصن كانت مقراً ومأوى للضيوف والاجتماع أهل المحلة في مناسباتهم المختلفة، وحيث يتعلم الصغار العادات والتقاليد الاجتماعية مشاهدة وممارسة عملية. الشيخ ناصر بن سالم بن عجيمة الرواح البهلاني ولد في هذا البيت في بلدة محرم في عام 1273، وتلقى تعليمه في بلدة السيح بعد محرم مع الشيخ العلامة محمد بن سليم الرواحي، وبقي في هذه البلدة حتى عام 1295 هجري، ثم رحل إلى زنجبار في عهد السلطان برغش بن سعيد بن سلطان آل سعيد سلطان زنجبار في ذاك الوقت. المحلة من موقعها المرتفع على قمة الجبل تطل على الجانب الغربي من محرم وعلى الوادي، حيث بحيرة ماء واسعة تسمى جبات السروق تتجمع فيها مياه الوادي طوال العام خلف سد طبيعي من حجارة الصفا، وهي بحيرة غزيرة المياه يشرف عليها برجان من قمة الجبل. وصف الأديب سالم بن سليمان البهلاني الرواحي: سده الله بالصفا وهو سد يشبه السد في حمى يا جوجي.